اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مع بدايه الاسبوع دايما حريصين ان طلباتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه السوشيال ميديا الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله ام وصفحتي الشخصيه بنعرف اسئله الجمهور كله اللي بيتابعنا في انحاء العالم وبنعمل الاكل مباشره على الهواء. معانا النهارده مطلوب عايزين نستخدم المكرونه مع طاجن سجق. السجق ده طبعا مدرسه بيتعمل حاجات كتيره قوي. تعالوا نعمله مع بعض النهارده طاجن مع المكرونه بطعم وفليفر وتركايه الشيف المغازي. معانا لسان العصفور اللي دايما محصور ما بين شوربه لسان العصفور اللي احنا عارفينها، ولكن طاجن لسان العصفور بالخضار دي حاجه جديده. نستخدم شوربه فراخ او شوربه لحمه زي ما انت عايزه. الخضار اساسي بيكون عندنا بسله طعمها فيها سكريات، والجزر نجمع ما بين السكريات بتاعه الجزر والبسله ولسان العصفور، بالتاكيد الطعم هيكون مختلف. معانا بمناسبه المانجا بغرق السوق بطلب مننا نعمل سموز المانجا بالايس كريم. هل الايس كريم ينضرب في الخلاط ولا نحط المانجا على الايس كريم؟ الكلام ده هنشوفه في تفاصيل سموز المانجا. طعمها اللطيف الجميل من خير ارضنا مع ايس كريم فانيليا عشان طعم المانجا يبقى واضح. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل، ممكن الماتيريال بتاعي في متناول الجميع ولكن التفاصيل البسيطه والافكار اللطيفه الجميله اللي دايما بقولها تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اكيد في كلام هنا او هتروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. ازاي معانا سجق كيلو نص كيلو 600 جرام. انا عايز كمية الحاجة اللي هتشتروها بالوزن يعني حسب عدد افراد الاسرة، ولكن نحط في الاعتبار ان الحاجة لما يكون بسيطة في الحاجة التابعة لها بتبان شخصيتها. يعني المكرونة عندنا عايزين طعم السجق، ازاي المكرونة تشرب من الفليفر بتاع السجق؟ هي دي المدرسة بقى. معانا المقادير على الشاشة. معانا مكرونة صغيرة بتاعه المبكبكة اللي احنا عارفينها او بتاعه الكشري، مكرونة صغيرة كده معروفة في السوق هايت اللي هي بيسموها المقصوصة الصغيرة دي كده، غير المكرونة البنة دي. مكرونة ومعانا سجق ومعانا بصل ومعانا توم وشوية حب. ايه هما شوية الحب؟ انك داخلة المطبخ تعملي اكل حلو لاولادك لاسرتك لضيوفك بتعمليه بحب، ده المقصود من كلمة شوية حب. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. سكينة حامية، تعالوا ناخد بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، وناخد السجق بتاعنا اللطيف ده كده نقطعه مكعبات صغيره. معانا طاسه شديده الحراره على النار. انا يهمني في الاول ازاي اعمل شويه شوربه او شويه مرق المكرونه تتسلق فيهم تاخد طعم السجق. هو ده المقصود من ان انا ازاي اعمل طاجن المكرونه بالسجق، هي دي الفكره. تبقاش الطاجن المكرونه في سكه والسجق في سكه، هو ده المدرسه. معانا سجق بلدي ضاني، بناخده كده بنقطعه مكعبات صغيره، يعني بنقطع الواحده تقريبا على ثلاثه بالشكل ده كده. معانا طاسه شديده الحراره على النار، مش عايزه سليم طبعا مع المكرونه بيبقى شكله مش لطيف، وفي نفس الوقت كمان الكمية تبقى لازم تكون كمية كبيرة، فأنا عايز أشتري كمية معقولة وتكفي أفراد الأسرة. أدي الفكرة، زي ما أجيب فرخة كده وأقطعها غير إن أنا أسلقها كلها سليمة مع بعض. أدي شوية السجق الحلوين معايا. الطاسة بتاعتنا بتسخن، بنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون بالشكل ده كده. وأول حاجة أعملها يا عم الشيف هاخد السجق ده أديله تشويحة من غير اي توابل ولا اي حاجه خالص، زي ما هو كده في قلب الزيت. شفت بقى التركايه دي؟ فين البصل وفين التوم بعدين؟ الله. اديله شخصيه من الاخر. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. ونغطي الحله دي، ما نسيبهاش مكشوفه. خلي بالك في التركايه دي، نغطي الحله دي. هناخد شويه شوربه من هنا كده، ميه اقفل الحله يا عم الشيف. ليه بقى قفلنا الحله؟ عمليه قفل الحله
او ان انا احط الغطاء بتاع الحله مباشره مع درجه الحراره، بعمل عمليه احتباس للبخار او البخار اللي طالع ده نتيجه التحمير، بيغلي في حبات السجق بتاعتي ويخليها تاخد شخصيه وما يتفرمش معايا وما يبقاش لحمه مفرومه. هنسيبه في الحله زي ما هو. هنجيب البصل بتاعنا، بصلية حلوة كده، ونقطعها شرايح بالشكل ده كده، جوليان يعني، بتبان كده مع السجق لطيفة وجميلة. معانا قرن فلفل بالشكل ده كده. دايما السجق والكبده بتحب الطعم السبايسي، دي مدرسه. ناخد القرن الفلفل ده كده برضو، انا بحب الفلفل الرومي الاخضر بتاعنا الجميل، بيبقى طعمه حلو خاصه في الطواجن. حالا دلوقتي اهو مع بعض، الله عليك حاسس بيا. كمان قرن فلفل حار، قصدي رومي. عمليه السبايسي دي اختياري، مش عايزك تحط تاخد قرار من راسك وتعملي الطاجن سبايسي كده وخلاص، لا. ولادك بيحبوا الحار نحط الحار، ضيوفك بيحبوا الحار نحط الحار. طب الضيوف بيحبوا الحار ولادي مش بيحبوا الحار، اعمل ايه؟ نعمل عمليه الوسط. حلو الكلام. ادي الخضره بتاعتي زي الفل معايا، تعالوا نشوف السجق وصل لغايه فين كده. هو ده، الله. شفت انا عايز السائل ده، عايز الشوربه دي، هو ده الكلام بقى، ده اللي انا عايزه. هعمل ايه يا عبد الشيف؟ حلوة. بجيب كسرولة تانية. حلو. وناخد السجق ده اللي خد الصدمة دي كده، مخرجنا الجميل اهو. ونرجع الطاسة دي على النار مع مكعبين من الزبدة. حلو. ننزل بالبصل والخضرة اللي احنا مقطعينها. خليكي تعملي طاجن مكرونه حكايه. ادي البصل مع الفلفل، التوم مش هينزل دلوقتي خالص، الله على الريحه الحلوه. بمجرد ما حطيت البصل مكان تحمير السجق شميت ريحه السجق. نقلب الخضره دي حلوه مع بعض. عندي المكرونه البنه بتاعتنا او المكرونه المقصوصه، باخدها بحضرها، بتتسلق ربع سلقه كده هنا، الأكلة دي أنا بحبها. وعلى فكرة بحب المكرونة بتبقى واخدة طعم السجق، يعني مدرسة المبكبكة من الآخر. آدي المكرونة بتتسلق في مية مغلية بشوية زيت صغيرين وشوية ملح صغيرين. خلي بالك طالما حطيتي ملح على المكرونة ما تنسيش عشان تعملي كنترول على موضوع الملح بالشكل ده كده. ونقلب البصلية الحلوة دي كده. مطلوب من النار هنا البصل ده يحل كده مع الفلفل مع شوية البهارات بتاعتنا، أولهم الزعتر، طالما مكرونة يبقى فيه زعتر، والزعتر بيشيل ريحة البصل. وعندنا شوية فلفل حلوين، ملح بسيط جدا لأن أنا حاطط ملح على سلق المكرونة. الحاجات دي بسيطة بتحطها في الاعتبار، في الآخر بتخرجي أكلة حلوة. وادي شوية بابريكا وشوية كزبرة كده، نقلب دول كلهم مع بعض. الله، هو ده الطعم. شفت البصلية خدت لون ازاي؟ بالزبدة مش بالزيت. حلو. عندنا السجق بتاعنا، نبص عليه كده بقى اهو. شفت شويه الشوربه دول انا عايزهم؟ ده السجق ينزل كده، هو ده. الله. ونغطي الحله دي يا عم الشيف، كله يستوي مع بعض. مخرج بيسالني دلوقتي سؤال وجيه جدا، وانا اعتقد ان حضراتكم برضو بتسالوه. الشيف المغازي ما حطش ليه الخضرة على السجق مباشرة وهو بيتحمر، ما ينفعش، لأن أنا عايز صدمة للبصلاية والفلفل مع الزبدة نوصل للشكل اللي حضراتكم ده شايفينه، وأغطيها يوم يبقى فيه اتحاد هنا، والاتحاد قوة ما بين الخضار وسائل الخضار مع السائل اللي نزل من السجق
بالشكل ده كده، والطعم عندي اغطيها ويبقى انا خلصت كده. عندي لما تيجي تعملي طاجن بالسجق او طاجن مكرونه بالسجق، انت ليكي مدرسه، ومدرسه المغازي جربيها، عجبتك امشي عليها. السجق الاول خد صدمه ناريه من غير توابل، لان اصلا كده السجق كده فيه طعم التوابل. نزلت بالخضار الجوليان المتقطع حمرته لوحده، وعندي مكرونه سلقتها، عندي مكرونه سلقتها، سلقتها تقريبا نص سوا. ايه اللي هيحصل بعد كده يا عم الشيف؟ اللي هيحصل ان احنا هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف التركيه الاخيره في ان احنا نجمع ما بين المكرونه اللي هي نص سوا تكمل سواها مع الابتكار الطهوي والفن الطهوي اللي جوه الطاسه دي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا تشوفوا الانتاج بتاعنا. شفنا مع بعض السجق، نبص على الحلاوه، طبخه، نقف محطه هنا، ده طاجن سجق بالخضار. زودي تشكيله الخضار، عينيه، زودي شويه الخضار، واصبحت هنا بتعملي طاجن سجق بالخضار. شفت حبات السجق؟ لها شخصيتها، فك مني؟ لا، تكسر مني؟ لا، البصلايه بشخصيتها، والفلفل الاخضر البلدي بشخصيته، والحار بشخصيته، وفي قلب الحلة كده وبياخد غلوة. أعتقد إن هو استوى. معانا المكرونة بتاعتنا غلوة على النار بالشكل ده كده. تعالوا نطبق الأكلة دي وتعملها كده بإيه؟ بمزاج. وندي دعم للصلصة دي بمعلقة فلفلة حلوة. طالما طاجن بناخد معلقة فلفلة حلوة من دي كده. ننزل كده في القلب كده. أهو. الله الطعم ده. بس خلاص، شفت بقى شويه سجق حكايه، تاكلي واحده والتانيه والتالته. هنجيب الصينيه دي زي ما هي، والمكرونه بتاعتنا الجميله، تعالي يا حلوه. الله، والسجق بتاعنا، ونوسع الدنيا ديك عشان مخرجنا. وتعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. ادي المكرونه بتاعتي اللي هي اتسلقت تقريبا نص سوا، باخدها احطها هنا كده. الله، شفت المكرونه نازله مبسوطه ازاي؟ هو ده كده. زي ما هي كده يا عم الشيف، اوعى تحط عليها حاجه تانية غير شويه الزيت وشويه الملح. هناخد السجق بتاعنا. الله الله عليك وعلى والديك. مطبخنا في متناول الجميع، هدفي انك تعملي حفله من حاجات بسيطه. انا لو قدامي صينيه المكرونه دي بالسجق حكايه، طعم المكرونه واخد السكه مع طعم السجق. نقفل كده ونشيل شويه مكرونه تاني. اهو، عملتيه قبل كده بالشكل ده؟ اتحداكي. طب بتعملي ايه؟ انا مش شايفك، بس انا اقول لك انت بتعملي ايه. بتسلقه كله مع بعضه وتحطيه في قلب الحله وتغرفي للاولاد. لا انا مش عايز كده. اهو دي المكرونه بطلعها اهي زي الفل اهي. وعلى فكره ما تستنيش لما المصفى تصفي المكرونه بالكامل، بالعكس خدها ميتها كده، المكرونه المقصوصه دي هتلاقي جواها شويه سوائل كده من سلق المكرونه، خديها عادي. نحط دي كده هنا، وناخد الحاجات الحلوه دي كده اهو. ألف هنا وشفاء للي ياكل. أهم حاجة عندي يا عم المخرج الجميل والمبدعين وفرسان التلفزيون المصري، إخواتي وحبايبي، أهم حاجة شوية دول، هم دول اللي أنا بدور عليهم الصبح. في قلب الفرن يا عم الشيف، الله عليك. طاجن مكرونة بالسجق بتركاية المغازل. الله، مكانه حلو كده؟ اشيله ابدا، ده مستقبلي فيه. اعمل ايه؟ معايا قرن فلفل حار، معايا كمان فلفل رومي، غير الخضره اللي هي موجوده مع السجق، ولكن دي خضره حيه بتتحط على الوش برزنتيشن، يعني شكل. اهو هنقطعهم ونحطهم على الوش، وبرده ده اختياري، الحار بالذات في الطواجن اختياري. وندخل دي الصينية في الفرن
تطلع معاكي زي، لا تقولي لي بقى لازانيا ولا تقولي لي مكرونه بالبشاميل. هتاكلي المكرونه وتسيبي السجق. ناخد دول كلهم مع بعض. اعتقد ان احنا لو جينا حسبناها الابتكار الطهوي هنا والفكر الطهوي اغلى بكتير من الماتيريال بتاع الاكل. ناخد دول كده وندخلها الفرن. مكعب زبده، فين الزبده؟ اهي. الحاجات دي مطلوبه على فكره. في درجه حراره 180. خلي بالك ده مهم. عشان المكرونه هنا تتحد مع السجق ويبقى طعمها لطيف. اعمل تركايه حلوه كده ودي بالنظر زي ما انت شايفه. شوفي بقى لما اجي احط شويه شوربه من بتوع المكرونه اعمل ايه؟ احطهم هنا كده. شفت انا بعمل ايه دلوقتي؟ اهو ده فن. اهو هنا الله عليك. وهندخلها الفرن يا عم الشيف ونتفرج عليها بعد ما تطلع من الفرن ونحكم احنا عليها. اهو الف هنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. طاجن مكرونه بالسجق الخبرة الطهوية فيه والابتكار الطهوي فيه يفوق الماتيريال بتاع المكونات بتاعت الأكل. كيس مكرونة بتلاتة تعرفة، نص كيلو سجق من الجزار اللي على الناصية، وعملت صينية مكرونة بالسجق كل الأولاد هياكلوا صغير وكبير. خلونا نشوف مع بعض ازاي نعمل لسان العصفور بالخضار. عندي الشوربة اللي أنا سالق بيها المكرونة، عايزها دي مش هرميها، بالعكس ده هي شوربة زي أي شوربة. احنا كلنا عارفين المكرونة بتصنع من الدقيق الصاموليلا او الدقيق الصبيتي الناعم مع خليط من الدقيق العادي وزيت وبيض، دي المكونات بتاعة العجينة. وتتصنع بقى حلزوني، سباكيتي، لازانيا، تعمل بنة زي مقصوصة زي ما احنا عايزين. فالشوربة هنا نستفيد بيها، ليه نرميها وانا حاطط فيها زيت زيتون وحاطط فيها ذرة ملح صغيرة. تعالوا نعمل طاجن السجق مع بعض سريعا كده. طاسة على النار، قصدي سوري، طاجن لسان العصفور بالخضار. معانا لسان العصفور ومعانا البسله ومعانا الجزر. المقادير على الشاشه، لسان العصفور وبسله وجزر وبصله ناعمه وتوم ناعم وشويه حب برضو زي ما قلت في البدايه، ده مهم جدا. ولكن اختيارنا للبسله مع الجزر في اختيار هنا فني. البسله غنيه بالسكريات والجزر غني بالسكريات. الاتحاد بينهم مع لسان العصفور والتوابل بتاعتنا بالتاكيد طعم السكريات هنا هيختلف. تعالوا شوفوا نعملها الاول ونحمر لسان العصفور في طاسه شديده الحراره مع قليل من الزيت والزبده. لما تيجي تحمري لسان العصفور دايما حطي مكعب زبده. علل ولماذا يا عم الشيف؟ عشان الزبده تحمر لسان العصفور بسرعه. ناخد لسان العصفور الحلو ده كده. نعم يا غالي، ما ينفعش. بيقول لي ما ينفعش نخليه ابيض كده. لا، يبقى في الحاله دي بشكله ده لما نيجي نعمله ريزوتو. وما هو الريزوتو؟ الريزوتو ده من المطبخ الطلياني، بيتعمل بالجمبري، يتعمل بالدجاج، يتعمل بالخضار، بياخد جبنه موزاريلا في الاخر وبقدونس او ريحان اخضر ويتقلب ويبقى مط كده لطيف وجميل. تقدري تعمليه مع كل الانواع سواء لحمه او فراخ او جمبري اللي هو الريزيتو. تقليب ده في حاله ان انا مش عايز احمره. لان هيديني نشويات. شايفه ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو دي رشه الملح اللطيفه على لسان العصفور تخلي لك كل لسان العصفور واحد، لا حبه غامقه ولا حبه فاتحه. انا بعشق لسان العصفور والشعريه في حاله التحمير ونحط عليهم السوائل سواء شوربه او ميه، بيبقى في ريحه حلوه كده بالتحميره بتاعت الشعريه، انا بحبها شخصيا. عند الخضار البسله والجزر نسبه وتناسب بقى، ما تجيبليش مثلا ايه بطاطس مع الاكله دي، ما ينفعش خالص. والله انت كريمه واحنا نستاهل كرمك. عندك شويه لحمه مفرومه حطيهم، عندك صدر فرخه تقطعيه وتحطيه، اهلا وسهلا زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله. انا بفتح لك السكه، كنت صاحبه القرار. صدر دجاجه هتقطعيه مكعبات وتحطيه. عندك يا ستك كل شويه لحمه مفرومين متعصجين في الثلاجه هتطلعيهم وتحطيهم. عندك شويه سجق زي اللي كان معانا من شويه،
بعد ما الطاجن ده يقرب على السوا بتحطيه. اهو الشيف المغازي بقى يعمل التركيه بتاعته المعتاده. ايه هي؟ بنوسع كده، وسع، بنحط مكعب زبده بالشكل كده. مخرجنا الجميل حبيب هارتي، شفت بقى التركيه دي؟ ومعانا فص توم حلو، الله عليك يا شيف. شفت بقى التركيه دي؟ اهو 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 توم عليها. ريحه التوم مش بتعجب ناس كتير، انهم نعمل ايه؟ بنحط عليها شويه زعتر او اوريجانو، ده الشغل. شوف بقى التركيه دي، هي دي بقى التركيه اللي بتكلم فيها. اهو ونسيبهم مع بعض يتحمروا شويه. اهو في نفس الطاسه، النار اخبارها ايه؟ نحمر كده اهو. ما تستنيش لما التومه تاخد لون عشان ما تمررش لسان العصفور. اشم ريحه الزعتر مع التومه بالشكل ده كده، بعدين بعرفهم على بعض. نعم يا غالي، اتحداك. المخرج بيقول لي لسان العصفور بيتحرق، اتحداك، لان انا عارف انا عامل ايه. لما انا حطه على الاطراف بتاعه الطاسه، اطراف الطاسه ما فيهاش نار، النار في الحته اللي انا بقلب فيها. انا عارف يا حبيبي، مدرسه. اه شفت ازاي؟ جيب لي بقى لسان العصفور اللي انت بتقول عليه اتحرق ده كده، بالله عليك برضو خليك في الحله ما تطلعش منها. اه شفت الحلاوه؟ في اي اثر؟ المال الحلال، ربك بيبارك. اه ونقلب. لسان العصفور انا حكايه، مبسوط طبعا لان انا مهتم بيه. شفت؟ اه زي الفل يا عم الشيف. الله، التومه خدت لون، خدت طعم مع الزعتر مع الزبده. دي المدرسه. انت هتعمل لسان العصفور بمدرستك بفكرتك، ما عنديش مشكله، بس انت يعني خد التركيه مني الحلوه والوحشه بلاها منها. خلاص، زي ما بنقعد في اي قعده حلوه كده، بناخد الكلمه الطيبه نعمل بيها، والكلام اللي مش عاجبنا لا نعلق عليه ونبقى زي الفل. اهو شفتي؟ هتقولي والله انا بعمله كذا وطريقتك حلوه من ايدك زي الفل، ونفسي اكل من ايدك يا اختي. اهو عادي. اهو بس جربي عشان الاولاد كمان ما يملوش. خلي بالك، انا مش هستنى على لسان العصفور لما يتحمر جامد، انا مش عايز لونه غامق لان ده هياخد طماطم. اهو بعمل ايه؟ بنزل بالخضار بتاعي، الجزر. وعلى فكره الجزر ده مسلوق نص سوا، ينزل كده. الله، زي الفل. معانا بسله، الخضار مطلوب، والبسله غنيه بالبوتاسيوم، والجزر فيتامين سي، بوتاسيوم يعني للامهات الحامل، ربنا يقومهم بالسلامه، بتغذي الجنين في بطن امه. الجزر فيتامين سي اللي الجسم دايما اعتاد على ان هو يزوره كل يوم، الفيتامين الوحيد اللي مش بيبيت في الجسم ولا بيتخزن في الجسم اللي هو فيتامين سي. دوره ايه فيتامين سي؟ يساعد الاسانسير بتاع فوائد التانية كلها، ده الاسانسير بتاع كل الفوائد عشان الجسم يمتصها. اه الواسطه. اه اه شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده كده؟ اه شفت الخليط ده كده؟ اه وشويه الملح اللي انا حطيتهم على لسان العصفور خلوا البسله يبقى لونها اخضر، لان المدرسه الطهويه بتقول ايه؟ اضافه الملح قبل الخضار السوتيه اذا كان اخضر بالذات زي البسله زي البروكلي زي السبانخ بيساعد على خضاره وايه؟ ونضارته. نقلب. ايه بهاراتك هنا يا عم الشيف؟ شويه فلفل اسود بس. اوعى تحطي كمون ولا كزبره ارجوكي. فلفل اسود. ويا سلام لو عندك في التلاجة شوية شوربة لحمة، كنت عاملة ملوخية امبارح، امبارح كانت الجمعة، ملوخية بالفراخ احنا بنحبها. عندك شوربة حمام، عندك شوربة لحمة، عندك أي شوربة في التلاجة طلعيها، تبقى إيه؟ فلة شمعة منورة. هو ده كده الطعم عندي زي الفل. هعمل إيه يا عم الشيف؟ زي ما هي كده أسويها. أهو شفت الحلاوة دي كده؟ الله. ونجيب إيه يا عم الشيف؟ الميه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اه خلي بالك فيه هنا خضار، فتعملي كنترول في عمليه الايه؟ الشوربه. لسان العصفور بالخضار. انا بعشق البسله مع الجزر، خاصه لما يكون معاها رز او لسان عصفور. نعم، لغايه لما انت تقول لي بس. مخرجنا بيقول لي انك تحط كده شوربه على طول لغايه لما تقول لي بس. ما قلتش بس، هغرق الحله شوربه كبرت في راسي. اه
طيب ده حلال والله. انا كده كده كنت هبطل، انا بهزر يعني، انا بعمل جو يعني. شفت الجو ده كده اهو، الكميه السائل يا اخوانا يا حبايبي لغايه لما تكون بسوى او بميزان البسله والجزر ولسان عصفور، ملهاش دعوه بكوب ربع بقى وكوب لسان عصفور او كوب رز، دي المقادير اللي انا عارف. انا في حياتي عمري ما اشتغلت المقادير من الف باء مطبخ على فكره، بشتغل بالبركه كده بتاعت امي والدنيا ماشيه زي الفل. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف المانجا ازاي ناكلها سموزي بالايس كريم مع مانجا مع فانيليا، تحط نعناع اخضر، ولكن جو الحر ده عايز الاطباق البارده من التلاجه، سواء مهلبيه سواء ايس كريم سواء عصاير. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مدرسة السموزي في الكافيهات أشكال وألوان، كوكتيل سموزي، سموزي مانجا، سموزي الأفوكاتو، سموزي بقى أنا هعمله لكم إن شاء الله الأسبوع الجاي، أو في فرصة نعمله الأسبوع ده بإذن الله، هيعجبكم قوي. سموزي الجرجير بالأفوكاتو ده بتاع المغازي مع عسل، مشروب السعادة ده اسمه مشروب السعادة، أفوكاتو مع جرجير مع عسل، بينضربوا في الخلاط مع مكعبات من التلج وورقتين من النعناع الاخضر. المشروب ده حصري بتاع المغازي، اسمه مشروب السعاده، هنعمله لحضراتكم ان شاء الله. عندنا مانجا وعندنا ايس كريم فانيليا. اخترت الفانيليا ليه يا عم الشيف؟ ما جبتش ايس كريم مانجا عشان المانجا تبقى شخصيتها باينه مع الايس كريم. ومعانا مانجا، ومعانا ورقتين نعناع اخضر، ومعانا مكعبات من التلج وحليب مثلج، مش ميه لا، حليب مثلج. حلو الكلام، وعصرة ليمون صغيرة جدا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. ابتكار. نعم، عينيا. والله العظيم انت ابن حلال دايما، بتفكرني بالحاجات في وقتها. حاضر، تستاهل ان انا اجيبه قدامي. عينيا. قال لي يا شيف ناسي حاجة مهمة جدا. ناسي المكرونة، ده المكرونة دي يا باشا تتدرس. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ وانا عاجبني قوي بقى المكرونه اللي على الوش، لما ناكلها تطلع تحت اسناني كانها فستق، فستق حلبي. الله الله على الحلاوه اهي يا غالي، بالله عليك تعاكسها شويه، تستاهل المعاكسه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا هو ده. لا التفاصيل بقى، حبيت السجق مع المكرونه مقرمشه مستويه مع البصل الكرمل مع الفلفل مع الخبرة الطهوية، المكرونة تحت ناكل نلاقي فيه طري فوق ناشف شوية، وهكذا. تعالوا مع بعض نعمل السموزي بتاعنا الجميل. المانجا متقطعة وجاهزة، تحط الورقتين نعناع الأخضر دولك، ناخد المانجا اللطيفة دي. حاضر عينيا، مخرجنا عايز يشوف لسان العصفور أهو. بس انا عشان شغال في حلويات مش عايز بقى اروح على الحله والجو ده، خليني اعمل الايس كريم بقى، ده قصدي اعمل السموزي. نعم، ما انا عشان اوريك حاجه حلوه. طيب هروح، حاضر حاضر، هسيب كل حاجه هنا عشان ما اغلطش، اصل انا كنت بيني وبينك يا شفيق هغلط هغلط واحط دي في اللسان العصفور بصراحه، وانا بغسل فم الصبح للسموزي. شفت بقى ازاي؟ انا افتكرت فجريت بسرعه قبل ما ايدي تاخدني جوه. خليها هنا اهو. تعالوا نشوفوا مع بعض الابداع ده، ايه ده؟ هو ده، شفت الحلاوه؟ شفت لسان العصفور؟ هو ده. لسه ما خلصتوش على فكره، دي لسه هياخد خضره، هياخد شويه ايه؟ شويه كزبره خضراء. شفت؟ بس مش هحطهم دلوقتي. الله، انا بحب بقى النشويات بتاعت لسان العصفور مع السكريات بتاعت الجزر والسكريات بتاعت البسله، حكايه. هسيبه على النار ومش هغلط تاني. ناخد بعضينا ونجي هنا على الايه؟ على الايس كريم بتاعنا. سوري، على السموزي. انا ليه بقول ايس كريم دايما؟ لان معايا ايس كريم، فانا على طول بعمل الايس كريم، فبلخبط ما بين الايس كريم والسموزي، ومعايا المانجا. هناخد المانجا دي نخليها على جنب كده. وناخد المانجا اللي جاهزه دي نسقط بيها هنا كده. صوت المانجا وهو نازل في الخلاط بيعذبني، والله ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هو ده. سموزي طالعه من الفريزر، تجميد عالي او تبريد عالي. خلي بالك عايزه تعمله سموزي،
خلي الفواكه اللي بتستخدميها موز، مانجا، جوافة، أي فواكه عايزة تعمليها حطها في الفريزر يوفر عليك التلج. أهو حبيب هارت. تمام، عصرة ليمون حلوة. ناخد الآيس كريم. الله أهو. حلوة آية ده قبل ضرب الخلاط. يا آية قبل ما أشغل الخلاط يا آية. السلام عليكم، ازيك؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أموريني يا آية. حضرتك أنا كنت عايزة أسأل على طاجن الكوارع. طاجن الكوارع؟ عمل طريقة طاجن الكوارع. حاضر، عينيا. عايزة طريقة لعمل طاجن الكوارع. حاضر، نعمل لك طاجن الكوارع المخلية كمان يا ست الكل تحت أمرك. ربنا يخليك، متشكرة قوي على الأجهزة الجميلة اللي حضرتك. إيه رأيك في المنيو بتاعنا النهاردة يا ست الكل؟ حلو والله، جميل يا شيف. يعني تقدري تعمليه النهاردة في الوقت بتاعنا؟ لا انا النهارده هعمل كوارع، عشان كده بسالك على طاجن الكوارع. ماشي، الف هنا وشفا. اتفضلي اتفضلي ست الكل، اشكرك. الكوارع بتتجاب من عند جزار موثوق منه، والكوارع الاماميه في الشراء، ما نجيبش الكوارع الخلفيه. علل ولماذا الكوارع الاماميه بتبقى ملحمه؟ بناخدها دلوقتي بتتباع متقطعه وجاهزه وزي الفل. تاخديها تغسليها كويس بدقيق وملح وتبقى لونها ابيض كده فله. تاخديها تحطها في حل على النار من غير ميه خالص، وتخليها لغايه لما تشوحي فيها جامد. قصتك ان تغلي الكوارع وترمي ميتها دي، لا، شوحيها على النار هي تنزل ميه، لما تنشف الميه دي تبقى هي جاهزه. ترمي عليها البهارات الاتيه، ترمي عليها البهارات الاتيه اللي هو الحبهان اللي هو الهيل والقرنفل اللي هو المسمار والقرفه اللي هي الدارسين. انا بقول المسميات لاننا متابعين كبار جدا في الخليج بيحبوا الكوارع، احنا المصريين حببناهم فيها. كل التوابل دي تتحط معاها وورق اللورا والفلفل الاسود، ونحط الميه بتاعتنا مع شويه بصل متقطع شرايح مع خمس ست فصوص ثوم مع ثلاث اربع طماطميات، ونحطهم في الحله ونسيبها تغلي ونسيها. اعملي اللي وراكي في البيت، اعملي رز بشعريه، كسري العيش اللي هتعمليه فته، اسلقي رز، اعملي شويه خضار وهكذا. استوت الكوارع ما تحطهاش في راسك، عشان لو حطيتها في راسك هتقعد كتير على النار. الحاجه لما نفكر فيها وهي على النار بتقعد وقت كبير بتهيئ لنا. انسيها، هتبص عليها تلاقيها استوت بودره قادر. تاخديها بعد كده تخليها، بقت عندنا كوارع ملزلزه، ناخدها نعمل لها الطشه بتاعتها، تومه وكزبره يا ست الكل مع فص مستكه. حط فص المستكه في معلقه زبده، ساحه المستكه، ننزل بالتومه والكزبره الناشفه، وبعد كده ننزل معلقتين خل وطماطمايه مبشوره. ناخد نص الطشه دي نقلبها على الكوارع المخليه، والنص التاني نزين بيها طبق الفته. والف هنا وشفا يا ست الكل، وان شاء الله انتظرها مننا زي ما قالت الاستاذ رحاب الاسبوع القادم ان شاء الله. تعالوا مع بعض الايس كريم. مفيش حاجه في الفرن يا شفيق، كل حاجه في الفرن. لا، على النار اهو، مفيش حاجه في الفرن يا غالي. معانا الايس كريم اللي حطيناه على المانجا مع شويه ليمون، وحطيناهم في الخلاط مع حليب مسلك. هنضرب ده في الخلاط مع بعض اهو. شكرا لصديقي. ده صديقي، ده المساعد بتاعي. شوفي بقى الايس كريم هنا مدي قوام للسموزي. وعلى فكره مقدار الايس كريم اختياري، يعني تحط معلقتين ايس كريم ماشي، ثلاث معالق ايس كريم ماشي. اهم حاجه المانجا عندنا مع الحليب المسلك. ده السموزي بتاعنا، بص على الحلاوه والشقاوه. اللهم صل على النبي. يا صبابين العصير زيدوا حالاته. الف انا وشفا للي يشرب. نعم، ده انت مش متابعني من الاول بقى. احط سكر ليه؟ ما انا حاطط ايس كريم، ما ينفعش احط سكر ولا عسل. انا عايز طعم الايس كريم يتفوق على طعم المانجا، يبقى ايس كريم فانيليا مع طعم المانجا مع ورقتين نعناع اخضر حلوين، حكايه. الف انا وشفا. اللي في الكوز بتاعي ده بتاعي انا بعد ما اخلص. حلو الكلام؟ ناخد ورقتين نعناع كده
ده العصير اللي يناسب السفرة بتاعتنا النهاردة. وأنا بنصحك طبعاً وبنصح كل الإخوة الحبايب إن المياه الغازية سواء أي كان مشروب غازي لا يفضل طبعاً، لأن له يعني مش أنا بشرب بس بكميات قليلة، ما تبقاش موجودة دايماً على الأكل. حلو الكلام ده، مطلوب يعني. العصير الفريش أحسن بكتير. هننزل طبعاً بالكزبرة الخضراء على الطاجن بتاعي ونقلبه كده. شفت الحلاوة دي؟ شفت الجمال ده؟ الله، حكاية ألف أنا وشفا. ما تخليه جوسي كده، ما تخلوش ناشف، احنا مش بنسلق رز. شفت بقى طعم الجزر مع البسلة مع التومة اللي أنا محمرها، إيه الشقاوة دي؟ يلا بينا يلا بينا، ألف أنا وشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. نازل يتناغم، الجزر يتسابق مع البسلة في إنتاج السكريات، لسان العصفور من إيدك بقى سكر، كزبرة خضراء فصلت الأطعمة كلها عن بعضيها. الله عليك يا عم الشيف. بيقولوا لي ليه ما حطيتش بقدونس؟ هي الكزبرة الخضراء صوتها عالي مع الطواجن، البقدونس هو مكانه وكبيره تبولة. ألف أنا وشفا. للي ياكل. اللي بيحب السبايسي ده اختياري. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى تفاصيله صغيره، مقاديره بسيطه في متناول الجميع، مصاريف قليله، طب عملنا ايه؟ عملنا صينيه او طاجن مكرونه بالسجق بالمدرسه المغازيه، دي طريقتي جربيها، اعتقد انك بتعملي احسن مني بس جربي. عملنا شويه لسان عصفور جامدين جدا بالبسله والجزر، قصه ان انا اضيف كزبره خضراء على لسان العصفور في النهائي علشان افصل طعم البسله من الجزر مع لسان العصفور. نيجي بقى للحلو الجميل، المانجا بتاعتنا اللي هي احلى مانجا في الدنيا كلها وبتتاخد هدايا واحنا رايحين مسافرين في اي مكان. عملناها سموز النهارده مع ايس كريم فانيليا، وانا علمتك تعملي ازاي الايس كريم في البيت، يعني مش هتجيب حاجه من بره غير المانجا وهي كده كده في ادراج الثلاجه. رؤيا فن ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.